كابتن ابراهيم اهلا بيك. بدايه يعني جود جوب، مباراه كبيره قوي قدمتها النهارده. الأخيرة كابتن، وتحياتي لحضرتك والعميد ضيفك المحترم وعلى السادة المشاهدين. تحياتنا ليك يا كابتن تحياتي يا ابراهيم. كابتن ابراهيم، اهلا بيك. ماتش كبير قوي وحاجه تفرح ان حكم مصري يكون بيدير مباراه حتى وان كانت وديه، لكن من الليفل بتاع ميسي ورفاق ميسي اللي على بعد يومين من كاس عالم. انا بستاذنك بس عشان اعرف ارد على حضرتك. اسمعك كويس الاستاذ احمد جلال والفريق العمل والناس المحترمه اللي مع حضرتك. الصوت انا واصلني، فلو يقدروا يعملوا اي ميوت ولا حاجه عشان خاطر يبقى الكلام مباشر بيني وبينك اتمنى يعني. تمام، صوت زمايلي طالع معاك؟ اه طيب هيتظبط حالا. بسألك على المباراة، يعني حاجة تفرح برضو حتى لو مباراة ودية، بس ليفل تنافسي في استعداد لبطولة هي الأكبر، فكنا مبسوطين النهاردة لتواجدك في مباراة زي النهاردة. لا يا كابتن، بصراحة إن اللي يفرح وجود شخصية محترمة زي حضرتك، شاب ذو ضمير محايد دايما، ما بيجيش على حد آخر حد. أنا سعيد جدا بيك وبصداقتك يا كابتن هاني جدا، شكرا. وأتمنى إن أنت تكمل في شغلك بالحيادية ديت، وإن شاء الله توصل لأبعد نقطة، لأن كل بياخد على قد نيته زي ما أنا خدت على قد نيتي رغم كل المشاكل الكبيرة اللي مرت بيا في التحكيم. أنا النهاردة بلعب أهم مباراة، تقريبا أهم مباراة متسلط عليها ضوء تقريبا في العالم، يعني العالم كله كان بيتفرج على المباراة دي النهاردة. أنا يمكن ما أسعدنيش الحظ إن أنا أروح كأس العالم لظروف خارجة عن إرادتي طبعا، عن المشاكل اللي كانت بتحصل لي في المباراة اللي أكيد الإعلام بيسلط الضوء عليها بشكل قاسي وشكل غير حقيقي. دفعت خدت فرصتي إن أروح كأس العالم، ده اللي أنا قلته لزمايلي أنا وأحمد حسام وسامي هلهل وكابتن محمود البنا. قلت له إحنا النهارده كلها 4 5 أيام وكأس العالم يبدأ، ومفيش حكم مصر صفارة موجود هناك، عايزين كلنا نساعد بعض ان احنا نوصل رساله للعالم كله ان التحكيم المصري كان يستحق ان هو يبقى موجود في كاس العالم بشكل اكبر من انه يبقى تمثيل فردي للكابتن محمود ابو الرجال كمساعد حكم. كان نستحق ان احنا نبقى موجودين بطقم كامل، وكنا مركزين جدا كانها مباراه رسميه، اكبر من كمان مباراه نهائيه،